نهجه وهداه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة ورسولا. ذهب الظمأ والجوع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك صمنا، وعلى أرزاقك وخيراتك أفطرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم كما وفقتنا لصيام وقيام هذه الأيام والليالي، فوفقنا لصيام وقيام ما بقي ورمضانات عنده. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر. كلمة قالها شيخنا شيخ أحمد، قال: شرف الزمان والمكان والحضور. والله إنها كلمة شافية كافية، أغرق دونها ما سيكون من كلام. فشرف الزمان كما قال، وشرف المكان كما تكلم، وشرف الحضور الذين أكرمهم الله عز وجل وأكرمنا معهم بأن جعلنا من أمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي. أفضل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا أن جعلنا من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فأبشروا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأبشروا يا من صمتم رمضان بباب الريان الذي أكرمكم الله عز وجل به. ماذا عساي أن أقول ونحن نكرم الليلة ثلة من أهل القرآن؟ في الحقيقة مسعد، في السنوات القليلة والأشهر القليلة الماضية أخرجت الكثير من الحفظ مساجدنا ومدارسنا القرآنية وزاويتنا العاملة، وزاوية الطاهرية والقادرية، والزاوية في مسعد ومسعد كولاية ككل، تنجب كل سنة الكثير من الطلبة، فهي خزان حقيقي لطلبة القرآن. ويكفينا شرفا أن الشيخ حسان شيخ الزاوية بأبرار دائما يقول هم اللي حاب يقرأ القرآن يقرأ في مسعد. هذه من الأمور التي أكرم بها أهل مسعد، وأهل مسعد إن شاء الله أكرمهم الله عز وجل بالقرآن الكريم. ونقول السيد الولي أن عندنا قاعدة في مسعد قديمة تقول كانوا يحلفوا بها الناس، مثل يقولوا حق نصف مسعد، يحلفوا بقرآن مسعد. فمسعد هي مدينة القرآن، وهي مدينة الرمان، مدينة المشمش، ومدينة الورد. مسعد فيها كل مقومات النمو، وأكرمنا الله عز وجل بأن جعلنا في الأول الأخيرة ولاية. فنسأل الله عز وجل لأخينا الوالي المنتدب أن يسدد خطاه، وأن يتركه البطانة الصالحة، وأن يحفظه ويحفظ رئيس بلديتنا، وأن يسدد خطاه أيضا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. نسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. والله إن فضلها عظيم وأجرها عظيم، فاعمروها الليلة بالطاعة والقيام والصدقة وصلة الرحم، فإن الكثير قد حرموا من هذه الليلة. من دفننا من إخواننا وأحبابنا في السنة الماضية وقبلها حرموا من هذه الليلة، فلا تبخلوا على أنفسكم بها، هي خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم لا تحرمنا أجرها. ونسأل الله عز وجل من أكرم طلبة القرآن الليلة أن يحفظهم بما حفظ به القرآن الكريم. كذلك كنا بالأمس في الزاوية الطاهرية في ليلة كهذه الليلة أكرم الكثير من طلبة القرآن الكريم. فهذه الليالي عاملة بإكرام أهل القرآن، وإكرام أهل القرآن هو إكرام لنا، كما قال أبو أمامة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكرمه فقد أكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله. فإكرامنا لأهل القرآن هو إكرام لأنفسنا أولا. أقول ما تسمعون، وأسأل الله عز وجل لي ولكم كما قال أخي بلال في بداية كلمته، نسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، وعلى بركة الله.